بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. نبتدي إن شاء الله النهاردة المحاضرة الخامسة، وفي الترتيب المحاضرة رقم 10، بداية الترم الثاني. قرر رسم إنشاء ماكينات الفرقة الأولى إنتاج. مسترجع إن شاء الله رسم الدودة والترس الدودي من التمارين بتاعة التروس التلاتة اللي احنا كل فترة بنرجع نرسم نوع من أنواع التروس التلاتة. رسمنا في بداية الترم الثاني الترس العدل، ومن قبل الفترة الاحترازية رسمنا الترس المخروطي، والنهاردة هنسترجع إن شاء الله نرسم الدودة والترس الدودي اللي هم موجودين في صفحة 43. نرسمهم بسكيل 1:1. حاجة هنا احنا قلنا هناخد العمق في العمود 14، ال14 اشوف الدي 2 عندي بكام؟ الدي 2 عندي ب50، نص القطر بتاعها كام؟ 26. ال26 هاخد منهم عمق 14، يتبقى عندي كام؟ 12. يبقى حاجة هنا من المحور واخد ال12 مللي، يبقى هنا بداية الخبور منها، يبقى من النقطة اللي خدتها ارتفاع 12 هطلع الراديوس بتاع الخبور ال25 واخد المركز هنا على المحور فوق. يبقى المركز هنا فوق بعيد عن سطح الخبور، هعمل الراديوس ال25 وانزل من مركز 3 مللي اعمل سطح الخبور. انزل من مركز 3 مللي اعمل سطح الخبور. يبقى الجزء هنا الرسم مش واضح قوي، انت هتوضحه. يعني لما اجي هنا بص هلاقي التلت والتلتين مش واضحين عندي هنا في الرسم ده، رسم كده يعني غير متقن في الابعاد اللي احنا بنقول. يبقى هنا هيبقى عندي هنا والفراغ اللي ما بين المجرى بتاعت الترس وسطح الخبور، المجرى الموجودة في الترس وسطح الخبور 1 مللي. يبقى هنا هيبقى فيه 2 مللي من المركز لسطح المجرى في الترس، وملي لسطح المجرى بتاع الخبور، يبقى دول 3 مللي، وتمانية مللي قبل السطح العمود اللي هو المجرى، والباقي ال 14 مللي اللي موجودين داخل المجرى في العمود. أظن كده وضح رسم الخبور، أو ذكرنا بالخبور. اللوحة إن شاء الله برضو تترسم وتبقى موجودة معانا، بحيث لما نرجع إن شاء الله بالسلامة نجمع اللوحات، يكون معانا لوحات الواجب وواجب الصالة ولوحات الصالة اللي مرسومة معانا في البيت، نرسم أول بأول. اللوحة بتاعتنا إن شاء الله الأسبوع ده اللي هو كرسي المحور رقم 25 صفحة 137، ده يعتبر كرسي المحور رقم 2 في السيلبس بتاعنا أو في الترتيب اللي احنا خدناه. خدنا كرسي محور الأسبوع اللي فات، أول كرسي محور، وده كرسي المحور الثاني. هلاقي هنا الجدول فيه أجزاء كتير مشابهة للجدول اللي فات. عندي رقم 1 القاعدة بتاعت الكرسي، قال لي هنا ظهر 22، هناك كان تقريبا 20. الغطا بتاع الكرسي نص الجلبة السفلي نص الجلبة العلوي، يبقى برضو عندي الجلبة هنا من جزئين من نصين، يبقى برضو مقطع عليه أعملها تهشير مختلف عشان أبين إن إن هما نصين كل نص على حدة. لو الجلبة قطعة واحدة بديها مقطع عليها، ديها تهشير في اتجاه واحد. ورقم 5 عندي هنا جويط ام 13 في 70، يبقى عندي هنا كان هناك في مسمار براس مربعة، هنا استبدل وبعمل جويط، يبقى في الجسم بتاع الكرسي اللي عندي فيه الثقب المقلوز اللي هيركب فيه الجويط من غير نافت في الكرسي. عندي جويط بقطر خارجي 13 الميجر دايمتر، والطول بتاعه 70.
عارفين احنا الغويط يعني ما فيش راس مسمار، عبارة عن ساق فيها ألغوز من الجهتين، جهة السب داخل الجسم والجهة التانية ينزل عليها الغطاء بعدين تتربط بالصامولة. رقم 6 قال لي هنا صامولة M13 برضه عشان تركب على الجويط. الجويط فيه منه 2، الصامولة فيه 4، 4 عشان كل جويط هيتربط عليه 2. في اللوحة التانية كان عندي صامولة ربط وصامولة زن، هنا استبدل وعمل صامولتين بدل صامولة ربط وزن، هيأدي نفس الغرض. اللي مطلوب عندي نص قطاع رأسي، مسقط أفقي رافع نص الغطاء، ونص قطاع جانبي. يبقى عندي هنا نص قطاع رأسي ومسقط أفقي رافع نص الغطاء ونص قطاع جانبي. هنشوف المفردات الأجزاء اللي عندي. الجزء رقم 1 الجسم الأساسي مديني هنا نص المسقط عشان النص التاني متماثل معاه، نفس الكلام للغطا مديني النص، النص التاني متماثل معاه. يبقى عندي هنا مديني نص الايه الجسم الأساسي. الجسم الأساسي عبارة عن قاعدة فيها ثقبين بيضاويين برأس، اهي عندي رأس بيضاوية اللي هي تعتبر فوق بديل الوردة، وفيها فتحة بيضاوية دي للتسهيل للتثبيت، تدي مرونة بدل ما يبقى عندي ثقب ومحكم في مكانه، دي بتديني مرونة للإيه لو في أي شفت عن المحور للمسمار يبقى في إمكانية للتثبيت أفضل. يبقى عندي هنا الفتحتين البيضاويين في القاعدة، واحدة يمين واحدة يسار، في رسيس في تخويش فراغ في القاعدة عندي بعمق 3 ملي، وماشي مع نفس العرض اللي فوق بتاع الإيه الجسم أو نفس الإسقاط اللي هو 124. في عندي في الجسم الأساسي في عندي راديوس هي 25 اللي هو نص القطر اللي هيركب فيه الجلبة، وفي الثقب المقلوص بعمق 34 اللي هيركب فيه الجويط، ومديني جويط اهو بالطول بتاعه. الجويط قال لي هنا طول الجويط 70 في قطر 13، طول الجويط اللي انا مديلي كام؟ 38. لو ربطت الجويط هنا لاخره في ال 34 هيبقى عندي في 4 مللي لسه فيهم الوز، وطالعين بقى بقية ال 4 مللي من هنا مع بقية الايه الطول اللي هيركب معاه الغطا. ألاحظ هنا في النص دايرة اللي مفتوحة في الجسم الأساسي هيركب فيها الجلبة فيها ثقب هنا بعمق 6 ملي وقطر 6 ملي، ده عشان في دليل عندي هنا في الجلبة عشان النص السفلي ما يتحط هنا وأثناء الدوران يبقى ثابت بالدليل في الثقب ما تلفش الجلبة، العمود داخل الجلبة يلف والجلبة تبقى ثابتة عندي. يبقى لو بصيت هنا الجلبة هبص الاقي الجلبة ليها ايه؟ ليها قطرين في الخارج الكبير، قطر اعلى وقطر اسفل وقطر يمين ويسار، والقطر الاوسط اللي هو يركب عندي هنا اللي هو القطر الاوسط اللي هو مديهولي بنق 25 اللي هو باين عندي هيدن لاين. في القطر الاوسط ده في عندي ثقب هنا في النص العلوي وفي الدليل هنا في النص الايه السفلي. هنا في ثقب يعني مش دليل مش بارز، هنا في ثقب اللي هيركب في الدليل، يبقى المفروض هنا في مسمار او بنز صغير بقطر 6 ملي يركب هنا، العمق ده 6 هيبقى 6 زائد 3 اللي هما الفراغ او التكويشة اللي موجودة عندي هنا عشان يثبت الايه يثبت الجلب، هو ما جابهوش عندي هنا نعتبره موجود ويثبت الجلب اللي عندي يمنعها من الدوران. طيب يبقى لما اجيب الجلب اركبها هنا محط البنز واحط الجلب عليه ثبتت وثبتت الجويتين يمين ويسار، هجيب نص الجلبة النص الجلبة التاني العلوي احط عليها. طبعا المفروض بعد ما حطينا العمود اللي هيركب عندي هنا بس هو ما جابليش العمود، فلو اعتبرنا العمود موجود حطيت نص الجلبة العلوي وبعد كده احط الايه الغطا عليهم على الجويتين اللي موجودين. الاحظ هنا ان مع السطح النهائي بتاع الجسم رقم 1 المركز بتاع نص القطر للغطا هلاقي المركز مترحل عن الحافة بتاعت الغطا 3 ملي، ليه؟ عشان بيحط هنا جوان او حاجة تمنع التسريب،
مش موجودة، يبقى لما اجي اطابق المركز مع المركز اللي هيحكمني بيه ان عندي هنا الجلبة محطوطة لازم الغطاء هيبقى مرفوع بفرق 3 مللي، يبقى لما اجي ارسم هرسم السطح بتاع الجسم وعلى بعد 3 مللي فوقيها هعمل السطح بتاع الايه الغطا، مش هيبقوا منطبقين مع بعض. واكمل اختار الغطا وبقية الايه الجسم بتاع الغطا والسرة اللي موجودة عندي فوق الاسطوانية فيها فتحة للتزييد بقطر متدرج، عندي قطر هنا اللي بره مديني 18 نازل مخروط مسلوب على قطر تاني اكبر 25، وفي الوسط التقب الاسطواني اللي عندي تقب كبير الاول 13 وتقب صغير تاني متدرج ايه على 6 مللي، ينطبق مع قطر 6 مللي اللي هو في الجلبة عشان يعمل التزييت ينزل الزيت للايه للعمود اللي بيدور. يبقى كده جمعنا الشكل، عايز نص قطاع رأسي وعايز نص قطاع جانبي، يبقى معنى كده ان انا لازم اقطع، انا هرسم الجانبي هنا في اليمين الرسمة اللي هو الستاندر عندي طالما ما طلبش مني اتجاهات يبقى الجانبي في اليمين، يبقى ما اجي اقطع الربع اليسار الاسفل في البلان وابص هنا اهشر في الايه في اليسار في الرأسي وهشر في اليمين في الجانبي. لو انا قطعت الربع اليمين في الأفقي هيديني نص القطاع اليمين في الرأسي، إنما لما أجي أبص هنا للجانبي مش هيحقق لي الغرض، لو قطعت النص التاني ده عشان أعمل الجانبي يبقى أنا قطعت النص كله اللي تحت، يبقى نشيل هنا الربع الأيسر السفلي هنا في البلان يحقق لي الغرض يديني نص قطاع الرأسي ونص قطاع الجانبي. يبقى ما اشيل الربع اللي عندي هنا، شلت الربع قطعت في القاعدة في التوب الاسطواني اللي فيها في الراس اللي موجود عليه في الاعلى فقطعت فيه الجويط والرسيس اللي عندي برضو هيبقى ظاهر، وقطعت هنا في الجلبة والغطا لحد المنتصف، يبقى ههشر عندي هنا حوالين التوب في القاعدة وهشر هنا على الجويط اللي مربوط عندي بالخط الخارجي تقيل والتأشير لحد الخط الخارجي والخط الخارجي الداخلي أخف منه، وأطلع هنا هيبقى عندي موجود الغطا هيتقطع عليه برضه هياخد تأشير عكس الجسم، والجلبة اللي عندي هنا اتقطعت ههشر النصين عكس بعض والغطا عكس كل من الجلب والجسم الأساسي اللي عندي رقم 1. والنص الايمن هعمله الظاهر منه فقط ما اعملش الهيدن لاين طالما عملت نص قطاع، واعمل خط بدل المحور عشان ابين هنا ان انا قطعت الربع مع الخط القاطع بيديني خط فوق المحور. للجانبي الجانبي طبعا هنا هيبقى عندي العرض بتاع القاعدة 44، وعند السرة بقى فوق هنا عند الايه الاقطار اللي عندي بعرض ايه اكبر منها اللي هو 50، يقطع في الجانبي هشر في الجهة اليمنى، الجانبي هيظهر عندي برضو لما اجي اقطع هنا قطعت في الايه في الجويط في النص، يبقى نص الايه الصامولة هيظهر والنص التاني هيبقى اتقطع عليه ومش هيبان لان انا وصلت للمحور. هقطع في القمة بتاعة الايه الغطا هظهر النص برضو بتاع التقوب المتدرجة مع النصين الجلبتين تأشير عكس بعض مع الجسم برضو اللي موجود عندي لحد ايه 3 مللي في النهاية تحت، ويعمل خط في النهاية بعد 3 مللي ما بين خطين مفيش تهشير. عايز هنا الأفقي رافع نص الغطا، يبقى هشيل نص الغطا في الأفقي واظهر الايه واظهر الجلبة اللي موجودة فيه، هنا مفيش تهشير هنا بس ايه المختفي عندي اللي كان مفروض لما شلت الغطا الجلبة هتبان عندي ايه ظاهرة وتوضح. بص كده عندي ده القطاع النص قطاع الرأسي، قلنا هنقطع بقى هنا نهشر في اليسار وادي خط هنا ما سيبش المحور لازم اعمل خط فاصل ما بين النص القطاع ونص الايه المسقط، يبقى هشرت هنا حوالين التقب البيضاوي اللي كان موجود عندي هشرت على الجويط
في جزء اللي اتربط ما نزلش للعمق كله، اللي تم فيه الربط تشيل لحد الايه الخارج التقيل، واللي ما فيهوش ربط تخلي الخارج اللي فيه خفيف والداخلي هو اللي تقيل والتأشير يدخل عليه جوه. التلاتة مللي الفرق بين الغطاء والجسم، والصامولتين الموجودين عندي وفرق الطول من الجويد هيظهر، وهنا القطر المتدرج موجود، والجلبة واخدة تهشير عكس الغطاء، والنصين واخدين تهشير عكس بعض، والجلبة واخدة تهشير عكس الجسم الأساسي، ومفروض عندي هنا البنز اللي قلنا عليه اللي هيبقى ما بين الايه في الجسم الأساسي ومثبت الجلبة عشان ما تلفش. نص القطاع الجانبي ادي ظهر عندي الجلبة تهشير عكس بعض نصين وتهشيرها عكس الجسم، وادي الغطاء اللي عندي النص النص الايه الجويد اللي عندنا، ونص الصامولتين موجودين، النص التاني هنا اللي اتقطع عليه لحد المحور ما بنتش الصواميل، بقية الجويد اللي موجود عندي اللي ظهر اللي هشوفه هنا، والقطر المتدرج هنا هيبان، وهيدن لاين ما نظهرهوش في النص التاني زي الراسي، وهنا الفرق التلاتة ملي عشان الريسيس اللي موجود عندي. هنا في الأفقي اللي رافع نص الغطا، يبقى هنا رفعنا نص الغطا ظهرت الايه ظهر القطرين بتوع الجلبة، القطر التقب أو الفراغ اللي نص الدايرة 25 والسمك بتاعها، وهنا هيدن لاين هنا ده مش قطاع، ده شال نص الغطا بس هيبان اللي جوه ظاهر، وهنا يبان هيدن لاين عشان ده مسقط، وادي الايه الصامولة هنا ما شال نص الغطا الجويد موجود ومفيش الصامولة، الصامولتين اتشالوا عشان الغطا النص مش موجود، وهنا الصامولة والجويت اللي موجود عندي. طالما طبعا في ألاووز خارجي بنعمل ايه دايرة تلات أرباع من الخارج الألاووز، والدايرة الداخلية دايرة كاملة، وهنا الدوائر بتاعت الايه الغطا النص اللي موجود عندي كامل، والنص التاني من الغطا اتشال، واللي موجود عندي تحت ده بتاع الايه الدليل اللي موجود عندي هنا. بكتب الأبعاد على القطاعات التلاتة، وأعمل الجدول بتاع المفردات أترجمه من العربي للإنجليزي زي ما هو واضح عندي هنا، وبكده نكون نهينا إن شاء الله المحاضرة رقم 5، ونتمنى من الله العلي القدير أن يكشف الغمة وتنتهي في أقرب وقت المشكلة بتاعت الفيروس، ونتقابله على خير بإذن الله في الكلية، ونتمنى من الله أن يجمعنا في رمضان وما نفضلوش محبوسين بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.